السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من قناة الظفرة ونقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. حمدان بن زايد: الإمارات الدرع الواقي للاجئين والسند القوي لصون كرامتهم الإنسانية. مجلس الوزراء يعتمد قراراً بتمديد إقامة المطلقة والأرملة لمدة عام في الدولة. وبمشاركة وإسناد إماراتي، قوات المقاومة اليمنية المشتركة تحرر مطار الحديدة وتطرد الحوثيين من قرية المنظر. مرحباً من جديد. عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم اجتماعه الإسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس. استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس خلالها عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات والممارسات للمواطنين والقاطنين على أرضها. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم والقوانين الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة. جدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر التزام دولة الإمارات بمواقفها الداعمة والمساندة لقضايا اللاجئين، ولفت الانتباه لأوضاعهم الإنسانية وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروفهم الطارئة. وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تطلع بدور محوري لتخفيف مأساة اللجوء والتصدي لتداعياتها على ملايين البشر حول العالم، مؤكداً سموه سعي الدولة ومساهمتها الكبيرة في الحد من تفاقم قضايا اللجوء ودرء مسبباته من خلال تعزيز مجالات التنمية البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار في الساحة والمناطق المضطربة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات. دعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول العالم ومنظماته إلى وضع قضية اللاجئين في جوهر اهتماماتها باعتبارها قضية مركزية تتفوق في أهميتها على أي قضية إنسانية أخرى، نظرا لتأثير الكبير على الاستقرار والسلام العالميين وعلى مستقبل أجيال كاملة من الأطفال والشباب في الدول التي تعاني مرارة الهجرة واللجوء. جاءت تصريحات سموها في ذكرى تأسيس مؤسسة القلب الكبير وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من يونيو من كل عام. اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهم لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة. ينص القرار على منح الأرملة والمطلقة وأبنائهم إقامة لمدة عام من تاريخ وفاة الزوج أو وقوع الطلاق في الدولة، ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة، وبما يمنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة. أكد سعادة الدكتور جمال محمد الحسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً إنسانياً في التعامل الأمثل للدول الرائدة في مد جسور الإغاثة ونصرة المتضررين من الكوارث والحروب، بما يسهم في التخفيف من تأثير تلك الحروب على حياة الناس وأمنهم واستقرارهم وتسهيل الحياة الكريمة لهم. وأضاف الحسني في
في تصريح له بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء قرارا بمنح رعاية الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، بأن دولة الإمارات تحرص بشكل دائم على توفير المساعدات الإنسانية الخارجية للمتضررين من الحروب والكوارث منذ الأزل. يواصل الأرشيف الوطني تنظيم المعارض الوطنية الوثائقية التي تجوب إمارات الدولة وتشارك في الفعاليات الوطنية وتوثق جوانباً من سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتبرز دوره في تأسيس وبناء الدولة وتعكس إنجازاته المحلية والعالمية، وذلك تزامناً مع عام زايد في إطار مبادرة المئة التي أطلقها الإرشيف احتفاءً بمئوية زايد. وتوثق المعارض بالصور التاريخية جهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يضع ملامح النهضة العمرانية الأولى للإمارة، ويعمل على بناء الإنسان في المقام الأول بزياراته التي كان يقوم بها رحمه الله للمدارس ومتابعاته الدقيقة للبناء والنماء والتطور، إضافة إلى توثيق معالم النقلة النوعية التي شهدتها العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات على يديه وتطلعاته السامية إلى ما بلغته الدولة من مزايا عصرية في الوقت الحاضر. نشرت إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي فيديو توعوي إرشادي على منصاتها وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، في إطار حرصها على الاهتمام بالتفاعل مع الجمهور عبر رسائل إرشادية توعوية عصرية تتميز بتنوع أساليبها الابتكارية وبمختلف اللغات، بما يضمن وصولها إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف شرائح المجتمع، إذ تتضمن تلك الفيديوهات على رسائل متنوعة وهادفة حول القضايا الشروطية في الجانبين الأمني والمروري بأسلوب مباشر ومبسط، بما يتماشى مع رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي واستمرار لجهودها في توعية أفراد المجتمع بما يعزز أمنهم وسلامتهم. ينظم نادي تراث الإمارات ملتقى السمالية الصيفي 2018 تحت شعار عام زايد خلال الفترة من الأول حتى 19 يوليو المقبل في جزيرة السمالية في العاصمة أبوظبي، وذلك برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي. يتضمن الملتقى العديد من البرامج التي تعنى بالعادات والتقاليد وترسخ المفاهيم الوطنية في نفوس الشباب والناشئة، ومن ضمنها برنامج دروب المعاني الذي يركز على السنع الإماراتي بإشراف مدربين ومستشارين تراثيين بالنادي، ويهدف أيضا إلى ترسيخ الهوية الإماراتية لدى جيل اليوم وصقلها وتحويلها إلى ممارسة عملية وحياتية. في إطار حملتها الصيفية السنوية لنجعل هذا الصيف أخضر، والتي تتضمن عدداً من الإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال شهور الصيف، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي ساعات الذروة لتشجيع المتعاملين على الحد من استخدام الأجهزة الكهربائية خلال ساعات ذروة الاستهلاك من 12 ظهراً حتى 6 مساءً قدر الإمكان، وجدولت استخدامها في الفترة الصباحية أو المسائية، حيث تستهلك هذه الأجهزة قدراً كبيراً من الطاقة. تواصل جمعية دار البر فرع رأس الخيمة تنفيذ مبادرتها الإنسانية المجتمعية لإسعاد 100 مريض من المصابين بأمراض مختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مستشفى صقر الحكومي وعدد من المنشآت الصحية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في الإمارة، وذلك بمناسبة مئوية زايد. وفي الصدد قال علي عبد الله الشحي مدير فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة إن المبادرة استهدفت خلال شهر رمضان المبارك 55 مريضاً، ومن المقرر أن تستكمل تغطية 100 مريض بنهاية العام الحالي. يأتي تحرير مطار الحديدة في إطار عملية واسعة تشمل دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الذي من المفترض أن يستقبل المواد الإغاثية والطبية الأولية لملايين اليمنيين في شمال البلاد. الزميل علاء اللولو والتفاصيل في سياق هذا التقرير.
في عملية خاطفة فجر اليوم الثلاثاء، أحكمت القوات اليمنية المشتركة بدعم ومشاركة قوات التحالف العربي سيطرتها على مطار الحديدة، وشرعت القوات في تطهير المطار ومحاصرة من تبقى من ميليشيات الحوثي في بعض المباني، وتعمل القوات المشتركة على دحر ما تبقى من فلول جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالتزامن مع عملية إزالة الألغام والعبوات الناسفة. وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة وداخل المباني في ضربة قاسمة وموجعة لعناصر الميليشيات وقياداتها. كما نجحت قوات المقاومة المشتركة في السيطرة الكاملة على قرية المنظر غربية مطار الحديدة التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي في ضربات دقيقة وحاسمة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية، فيما لقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام قوات المقاومة اليمنية لمطار الحديدة، والذي سيسهم تحريره في تسريع عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي. الجدير بالذكر أن مطار الحديدة أوقف رحلاته منذ العام 2014 إثر انقلاب الحوثيين على الشرعية واجتياحهم صنعاء وسيطرتهم على الحديدة، وتأتي أهمية المطار نظراً لموقعه الاستراتيجي وقربه من مدينة الحديدة التي يبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، والسيطرة عليه من قبل القوات اليمنية سيمنح تلك القوات سيطرة على الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تأمين المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأوسع إلى سكان الحديدة. أشاد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بالقرار الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والخاص بمنح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني الحروب والكوارث هربا من جحيم الحروب والنزاعات المسلحة في بلادهم، وذلك في لفتة إنسانية كريمة تسهم في تخفيف معاناة هذه الفئة وتمنحهم فرصة لترتيب الاستقرار لهم ولأسرهم. فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية الثاني لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد، والتي ستعقد في العاصمة أبوظبي في العام 2020. يأتي الفوز بعدما استعرض نظام الاعتماد الوطني الإماراتي بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي خلال الاجتماع الذي عقد في اليابان استعرض أوجه القوة في الملف الإماراتي الذي كسب تأييداً دولياً عند الترشح. وتعد استضافة الدولة لهذا الحدث الإقليمي المهم حصيلة جهود نظام الاعتماد الوطني الإماراتي الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات وجهة وملتقى دولي يستقبل أهم المنظمات الإقليمية والعالمية العريقة التي تعنى بدعم أنشطة الجودة والتميز. وبالعودة للشأن المحلي، بحثت وزارة الاقتصاد مع إكسبو 2020 دبي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي سبل تعزيز التعاون المشترك لتعظيم المردود الاقتصادي من إكسبو 2020 على الاقتصاد الوطني، حيث ركز الاجتماع على أهمية تطوير آليات للربط بين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف إمارات الدولة من جهة، مع الفرص التجارية والاستثمارية للمعرض من جهة أخرى، خاصة في أعمال المرحلة الراهنة من الاستعدادات والإنشاءات وتجهيز البنى التحتية للحدث الاقتصادي الأضخم في المنطقة. أما الآن إلى نظرة سريعة على إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لليوم في سوقي أبوظبي ودبي.
كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. وقبل الختام إلى العناوين. حمدان بن زايد: الإمارات الدرع الواقي للاجئين والسند القوي لصون كرامتهم الإنسانية. مجلس الوزراء يعتمد قراراً بتمديد إقامة المطلقة والأرملة لمدة عام في الدولة. وبمشاركة وإسناد إماراتي، قوات المقاومة اليمنية المشتركة تحرر مطار الحديدة وتطرد الحوثيين من قرية المنظر. نهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.